إحدى الزوجات تقول الضغط النفسي منه ومن أهله، فأنا متعرضة لضغط ضغط 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 ضغط، بعدين صار انفجار، هذا الانفجار خلاني أروح بيت أهلي. السبب الثاني تقول أنه أنا لما تزوجني زوجي يعني أنا حسيت أني أنا خادمة ويعاملني أني أنا خادمة، أنا ماني زوجة، في المعاملة في العلاقة أبد كأني أنا عبده واشتراها من السوق. فهذا بعد صبر طويل خلاني أنا أهرب إلى بيت أهلي. السبب الثالث، واحدة من المشاركات تقول أنا زوجة ثانية وحقيقة ما قدرت أتحمل الظلم وعدم العدل بيني وبين الزوجة الأولى، فهذا السبب اللي خلاني أطلع من بيت الزوجية وأروح بيت أهلي. السبب الرابع، تقول الأخت ضعف شخصية الزوج، شخصيته ضعيفة جدا، وأحياناً طبعاً لما يكون الزوج شخصيته ضعيفة أحياناً يصير أخوه متسلط عليه يتحكم فيه، أو أخته تتحكم فيه، أو أحياناً الأم تتحكم فيه، فتحس هني الزوجة ما لها أي قيمة في الحياة. طبعاً تحاول 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 تشوف ما في نتيجة، أنه شخصيته ضعيفة، وأحياناً زائد على هذا بعد أنه ما يتحمل مسؤولية أصلاً، فهذا يخلي المرأة تخرج من بيت الزوجية. السبب الخامس المذكور، خيانة الزوج المتكررة. طبعاً في فرق بين خيانة وبين خيانة متكررة، والأخت هذه ذكرت الخيانة المتكررة وليست